السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب المساقات من صحيحه: تحت باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور، قال: حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري، قال: قرأت على مالك وهو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، عن ابن شهاب وهو محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن وهو أحد الفقهاء السبعة الذين يرى الإمام مالك أن إجماعهم حجة، وهم سبعة فقهاء من أهل المدينة من طبقة التابعين، فيهم يقول الناظم: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، عن أبي مسعود الأنصاري وهو عقبة بن عمرو البدري الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. أما ثمن الكلب فيرى بعض العلماء أن هناك استثناءات في الكلب، فيقول بعضهم كالمالكية وبعض الأحناف إن الكلاب التي رخص النبي صلى الله عليه وسلم في اقتنائها تستثنى، ككلب الصيد، كلب الحرث، وكلب الحراسة أيضا، وكلب الماشية. فيرى المالكية والأحناف أو بعض الأحناف أن هذه الكلاب يجوز بيعها لأنها لها منفعة. أما الفريق الآخر من العلماء نهى مطلقا عن ثمن الكلب. أما مهر البغي فهو المال الذي تأخذه المرأة الزانية على زناها والعياذ بالله. أما حلوان الكاهن، الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب، الكاهن الذي يدعي علم الغيب، وحلوان الكاهن المال الذي يأخذه الكاهن مقابل تكهنه. فكل هذه نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. ثمن الكلب تقدم الكلام فيه، مهر البغي المال الذي تأخذه زانية مقابل زناها محرم بالإجماع، حلوان الكاهن ما يعطاه الكاهن على كهانته وهو مدعي علم الغيب. ثم قال مسلم: وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن يوسف قال: سمعت السائب بن يزيد يحدث عن أبي رافع، أو عفوا يحدث عن رافع بن خديج قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شر الكسب مهر البغي، وثمن الكلب وكسب الحجام. في رواية: ثمن الكلب خبيث، عن رافع بن خديج أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. ثمن الكلب خبيث، مهر البغي خبيث، كسب الحجام خبيث. أما قوله في كسب الحجام خبيث، ليس معناه هنا الخبيث المحرم، إنما الخبيث المكروه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحاجم أجره.
قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. السنور الهر. الحديث هذا معلول، تلك السلسلة سلمة بن شبيب عن الحسن بن عيين عن معقل عن أبي الزبير سلسلة معلولة فيها بعض الضعف، قد أخرج مسلم منها عدة أحاديث، فهذا الحديث منها وهي معلولة، وعلتها تبين أن ثمن السنور ليس فيه شيء، يعني ثمن السنور النبي زجر عن ثمن السنور ضعيف، فمن ثم إذا لم يوجد غيره من الطرق فلا بأس بثمن السنور. والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وآله، والحمد لله وسلم، والحمد لله رب العالمين.